8 مارس ده كنت لسه بعمل المسرحية، كانت مريضة بقى أوي تعبانة، فحصل هي توفت في اليوم ده، المسرحية المفروض شغالة. أنا طبعا يعني تأثرت جدا، وفكرت إن أنا يعني أبلغهم بحيث إن هما يعني يلغوا العرض العرض وخلاص بقى، كان الوقت متأخر. لكن ما أعرفش، جواز اخواتي اغلبهم قالوا لي انت هتعمل ايه، حرام كده انت قاعد والناس اللي جت دخلت المسرح وكل الالغاء هيبقى صعب، وحاول يا كمال انزل. ويقول لهم مش هقدر، مش هقدر، وانا فعلا ما كنتش قادر، ولكن اثروا عليا. رحت المسرح انا اليوم ده، حاجه غريبه جدا، حسيت بمسؤولية. يعني يمكن جايز تكون ما تحصلش إلا من ممثل مسرحي مخضرم بقى ويعرف الموقف، لكن ده كانت أول مسرحية كان ممكن أقول لهم آسف والله، زي ما يكون بصور فيلم وحاسس بصداع أو بزكام أو معليش مزاج، أقول لهم أجلوا مش حكاية يعني. رحت مش عارف هعمل إيه، هل هعرف أمثل؟ هل هبقى ليه اللي حطيت نفسك وسمعت كلامهم يا كمال؟ ليه الموقف اللي انت حاطط نفسك فيه ده، وانت هتعمل ايه على المسرح؟ لكن طلعت على المسرح ما عندكش فكرة. والله يوسف اللي حصل ان انا، يقال ان انا مثلت في هذا اليوم احسن من اي يوم مثلت فيه، شيء غريب. واحد من جواز اخواتي البنات جه شافني قبل كده، شاف المسرحية، مش أنا اللي قلت الكلام ده، أغلب الناس كلهم كانوا بيستغربوا إزاي أنا كنت بمثل، إزاي وكوميدي المصيبة يعني، مش في فيلم، مش مسرحية تراجيديا بعيط فيها تبقى ماشية هي الحكاية. اللي حصل، تسرب الخبر للصالة إن والدتي توفت، وخبر للممثلين إن والدتي توفت، وأنا ما أعرفش. وبعد انتهاء الستارة، انتهى المشهد، بكيت بكى يا يوسف، ولقيت ما شاء الله زملائي شالوني على كتفتهم، والجمهور بقى يسقف ليا وانا بعيط ببكي. شيء ما عندكش فكرة اوصفك، اوصف لك الموقف اللي انا كنت فيه. ببكي على ايه؟ انا ببكي على امي اللي انا جيت اهوت وسبتها هي هناك، وجاي امثل حضرتي، ايه اللي انا بعمله ده؟ غلط 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 حد صدقني يعني، اهو شالوني وجمهور جاي يسلم عليا وكم يعني عزوني، واهو حاجات بقى بتحصل كده. اخر حاجه قالتها لك ايه يا استاذ كمال؟ اخر حاجه، اخر حاجه ربنا قالتها معاك يا ابني، ربنا معاك. الست دي أمي، شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي، شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي